الرحمن الرحيم. حنا كنتواجدوا دابا في منطقة حي الحسني في واحد المكان ديال الطاكسيات. دابا سمعنا واحد الخبر ديال الشجال اللي كيسجلوا السائقين ديال الطاكسي باش غيديروا واحد الفحص تقني على حسابات كورونا. احنا جينا وداك دابا راه سجلونا، عطيناهم فوتوكوبي ديال البيرمي ديال الكونفيونس، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، وحنا دابا هاد البادره ولا داك كنشجعوها ومزيانه فيها استفاده للجميع، وغيكون تكون ايجابيه، غيكون تابع الخير كثير. ونتمنوا بحال هاد المبادرات وهاد البادرات، نتمنوا يكونوا في البيع والشراء مثلا في اي منطقه اي بلاصه تيكونوا فيها هاد الناس كيبيعوا ويشريوا، كيجيو مثلا اي حاجه العطاره هذاك اي حاجه يكون معقمين عندهم بطاقه ديال الفحص، والسبب ديال هادشي كامل علاش كيرجع لهاد كورونا، وهاد كورونا خصنا نكونوا حنا موجودين لها. وكنشكروا السيدة العاملة، وكنشكروا السيد الملحقة، هاد الناس ديال الملحقة في اسم السيد القائد، ونتمنوا الخير ونتمنوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد البلاء. سائق طاكسي، كنشكروا السلطات على هذه البادره اللي دارت لينا بالنسبه للطاكسيات، ان الطاكسيات معرضين لهاد الامراض وهاد الفيروس كورونا 19. وكنشكروا قائد الملحقه، وكنشكروا السلطه على هذه البادره اللي دارت لينا، والاعوان السلطه سيدي راه واقفين في الصالح ديالنا. هاد الناس راه قال لك عطينا لاكارت سيدي باش فوتوكوبي البيرمي باش غيجيو يديروا لنا تحليله، وهادشي راه في الصالح ديالنا. والاخوان راه كاع كيشكروا هاد المبادره هادي اللي داروا هاد الناس، هادو الناس اللي مسؤولين على هاد المبادره، الله يجازيهم بالخير. السلطات المحليه ديال الحي الحسني على المبادره اللي قامت بها، على دار التحاليل المخبريه ديال الكوفيد 19 لسائقي سيارات الاجره، وبهذه المبادره تنشكروهم وتنشكروا كاع الناس اللي قايمين على هذا العمل.